جولة شباب توب مستمرة. إطلاق أول مناظرة بين المرشحين الشباب للانتخابات النيابية اللبنانية. أنا أول واحد أخرج من حزبي إذا حزبي فاسد. نحن عايشين بالأخير بتوافق سياسي بلبنان. طبعاً ما بدنا حرب جديدة. الأشخاص والناس صارت عم تتحرك كمواطنين يطمحون إلى دولة. تفضل ربحي وبنوصل نحن وياك رح نكون سوا. شباب توب السبت 10:30 المساء على الجديد